السلام عليكم، معكم فهد الحربي مرة ثانية في شوغن 2. في الفيديو هذا بتكلم عن الباتش شوي. أول شي زي ما تشوفون رجع مستواي إلى 2، لين حطوا نظام برستيج جديد. نظام برستيج تدخل من هنا، طبعا لو وصلت 10 في نظام برونزي، أول شي تبدأ في برونزي اللي كنت لو كنت أول 10 يعني. فالترقى الفضي تكون مستوى يعني تبدأ من 0 لين توصل 10، ثم تضغط برستيج ثاني وتروح الذهبي. كل برستيج يعطيك أماكن أكثر إنك تحط فيها الجنود الفيتيريان أو الخبرة يعني. زي ما تشوفون كل شيء رجعته تقريبا، ريتينر كان عندي واحد بس طبعا عشان وصلت 2 في الكيس الثاني. الريتينر اللي هنا اللي عندي كلهم راحوا، بس يعني توني بديت أفتح جديدين يعني وأنا ألعب في المعارك وهذا. النقاط الرئيسية التطويرات كلها راحت، حتى الجنود يعني عشان كل اغلب الجنود راح ما في احد. يعني الجنود الجديده في هنا في الكابري عندك هنا مونتد ناجيناتا، هذا تقريبا كان الخيول المونك هذه لكنها اضعف منها شوي او نفس القوه لكن العدد يعني، هذا عددهم 80 هذا عددهم 40، هذا الفرق الوحيد. لكن تشوفون يعني السعر هذا 500 وهنا 800، هذول درعهم اقوى مو كثير بعد. وش بعد؟ ايوه في هنا خيول جديدة، هذه خيول اسهم مع خيول سيوف، يعني كان خيول الاسهم هذه مع خيول السيوف لكن اقل عدد منهم اثنينهم بنفس الوقت، اقل قوة بالسيوف واقل قوة بالاسهم. رمح في هذا رمح جديد زي ما تشوفون سعره 150 بس، يعني ارخص من هذا لكن نفس الشيء شبه عددهم 100 بس، يعني نص العدد حق هذا. تقريبا باقي القوة تشبه هذا يعني ما في فرق كبير عنه. المشكلة الوحيدة في الجنود الجديدين ما تقدر تحطهم في تايت فورميشن، ما تقدر تحطهم قريبين من بعض كلهم مفرقين يعني، هذا يخليهم يعني لو اخذوا تشارج من خيول او هجوم يهربون بسرعة. في هذا الوحدة تقريبا الوحيدة اللي استخدمها من الباتش الجديد، هذول وحدة كانها سيوف واسهم بنفس الوقت قويين صراحة، سعرهم 600 لكن هي 660 لان يستخدم ريتينر زاد سعرهم. فاللي بقول ان هذول وحدة رهيبين، عددهم قليل كالعادة، هذه المشكلة مع الجنود الجديدين. لكن تشوفون يعني ملي اتاك عندهم 9 تقريبا نفس هذا، المورال افضل منه. عندك مثلا تشارج حقهم، تشارج هو المشكلة عندهم، الديفنس احسن من هذا. فهذول الوحدة رهيبة، حتى قوتهم في الاسهم يعني رهيبة، مشكلتهم الوحيدة بس عددهم قليل، ما في اي مشكلة ثانية فيهم. انصح فيها الوحدة هذه اللي شرى الباتش، يعني باتش سعره 10 دولار. المشكلة اللي في الباتش هذه الناس كلها يعني ضعفوا السيوف، ضعفوا الباتش صراحة الرهيب ما في زي. المشكلة الوحيدة انهم قووا المونك هذولي، والناس بدوا يعني يلعبون فيهم كثير يعني قووهم بزيادة، يعني كان الميلي اتاك عندهم اول 11 صار 14، فهنا المشكلة فيه. خلنا اوريكم، ايوه هنا تيرين سلوت تشوفون انا عندي 57 زادوا كم عشان رحت البرستيج الجديد، كان اول 59 اخر شيء وصلت ل 106، هم قالوا بس 10 راح تزيد، ما ادري هو غلط او ايش بالضبط يعني. صح في وحدات جديدة زي هذا المونك، ما ادري هنا يجيبون شكل سلاح ولا لا. ايوه هذول المونك الجديدين سلاحهم ما ادري غريب، ما في اي سلاح قبله يعني زيه. نايش بعد، ايوه في دولي وينهم، اي هذا الخيول كانت تقول اسهم وخيول، هذول اثنين نفس الوحدة تقريبا، ما ادري ايش الفرق اللي بينهم، بس ان هذه يعني قوية ضد الخيول وهذا اقوى بالاسهم شوي، لكن كلهم خيول اسهم وقويين في الملي يعني في المضاربة. من الاشياء اللي سووها بعد الاسهم مونك غلط، كانت 1000 صارت 1100. عندك ايش بعد، رخصوا النينجا ورخصوا الفاير بومب ثرور، ماتشلوك ساموراي رخص 100 بعد او 50، ماتشلوك مونك ما تقدر تاخذ منه الا واحد. عندك جريد جارد غلوه، بس تقريبا ما في اشياء كثير. اكثر اشياء سووها يعني اشياء تقنية زي
نوع المعركة والاستراتيجية والأشياء هذه. بس خلاص يعني خليني أوريكم معركة الحين وأشوفكم في الجيم. السلام عليكم مرة ثانية. هذه هنا المعركة اللي بوريكم إياها. هنا تشوفون جيشي الرئيس، عندي هنا خيول مونك، 2 خيول خفيفة، و3 سيوف مزارعين، طبعا بعد ما ضاعفوهم الحين أكثر من أول بكثير، 1 مونك رمح. على الجهة الثانية عندي 2 خيول رمح وواحد رمح مزارعين، حطيته هنا بتشوفون بعدين ليش. خصمي عنده 2 أسهم مونك، واحد منهم والك 2 هم مطورين. عنده 2 سيوف، 2 سيوف كلهم نداتشي، واحد رمح ناجناتا والرئيس والبنادق، وبيطلع 2 خيول رمح من هنا. هنا في المعركة في مبنى واحد هنا اللي هو مبنى المعنويات، تشوفونه هنا بالخريطة في النص. طبعا تشوفوني ما جبت لا ساموراي او اي شيء من هذا لانه ما عندي اصلا، يعني ما فتحتهم بعد ما رجعت لليفل 2، يعني شالوا مني كل الوحدات تبوني افتحها من جديد. في شيء بقوله، اللي يقولوا لي الجرافيكس خايسي، لكن تاخذ الجرافيكس من الفيديو حقي، انا اصور بلابتوب فالجرافيكس عندي انا حاطه على النورمال، يعني ما اقدر اصور وبنفس الوقت يكون على الهاي. اوكي انا العب على الهاي، لكن وفي فيري هاي انا ما العب فيه، ما يشغل اللابتوب الا بتعليق يعني، فلا احد ياخذ يعني الجرافيك من هنا لاني انا العب على النورمال. المهم هنا انا هجمت عليه سريع، كنت بياخذ البنادق حقته لكن رجعها، جابوا الفيول حقته وطبعا طرد. تشوفون زي ما تشوفين هنا المعنويات حقته صار في الاحمر، ما خسر لسه الا واحد بس، او الا واحد بس هو اللي مات. شو كيف معنويات الاحمر لان في احد يطارده، ونفس هذا الشيء اذا كانوا يهربون دايما معنويات تصير قليلة مرة، يعني يضربون افضل. هذا كله من السيستم حق المعنويات الجديد في اللعبة. وانا هربت لان هذول خيول خفية وهذول خيول رمح ما لهم يعني اي فرصة قدام. وهنا طبعا جبت الرمح حقيني، انا هذا حطيته هناك عشان ياخذ مبنى الرمح هذا، جبت خيول الرمح عشان تعزز هنا. هنا وقفت هذا عشان يهاجم، ابي اوقفهم مهاجم دول، رجعت هذا عليهم بعد. وهنا جبت الخيار الممكن، طبعا هنا سويت غلطة في المايك من التحكم، ما هجمتهم بسرعة، ما انتبهت لهم، كنت احسبهم راحوا يهجمون على طول. طبعا هنا هو هنا وقف لان انا جيته زي المعارك الاول. على الركيات هذه دايم لا توقف هنا، يعني واحد يهجم عليك، عشان كذا هو جلس ورا يعني هو فاهم هالشيء. حطيت طبعا اسهم، هذه الاسهم الجديده اللي قلت لكم انا استخدمها اللي هي فوت ساموراي، جايب منها 3 وعنده 2 مونك، طبعا يضربون من رينج ابعد مني. هنا خيولي الخفيفه راحت، هو خيوله واحد منها هرب وواحد بقى. الحين ما راح يصير شيء تقريبا، يعني انا جالس استناه يتحرك، بشوف يعني بشوف هل بيجلس مكانه او بيتحرك، وبوزع خيولي بنفس الوقت. يعني اجيب خيول ممكن ورا بنفس الوقت اخذ المبنى هذا، وخلاص انا اخذته يعني الرمح حقيني. هنا هو بدأ يقرب أسهمه عشان يضرب على أسهمي، لكن يعني أوكي أسهمي أضعف من أسهمه بشوي وأقل رينج، لكن بدل إذا هم مختفين هنا ما راح يقدر يضربهم لين يظهرون يعني. وهذا هنا قرب تبدأ مضاربة قريب يعني. ترجمة
هنا جمعت الخيول عليه يعني، بما ان عنده ما عنده الا رمح واحد، فهنا اخذت فرصة رجعت الخيل هذا من هنا عشان الرمح. هنا جيت الخيل المونك حقي يعني بعد. هنا حلو في الجزء هذا يا اخي، مشاة الرمح مو مرة قوية زي اول الخيول يعني، ثواني يشيلونه. وتشوفون هنا كيف لعبت فيه يعني بالخيول، لانه ما عنده رمح. وغير كذا السيوف هذه اضعف من الكتن الساموراي ضد الخيول، وغير كذا درعهم قليل يعني، يمدينا نضربهم بالسهولة بالاسهم حقتي. هنا جبت رئيسي عشان يعزز فالرالي حقت المعنويات. هنا خيلي هذا قاعد يضرب رئيسه، خيلي هذا اللي هو المونك قاعد يضرب الاسهم هذي، او مو الاسهم اقصد البنادق. هنا السيوف، نبغى الرمح حقه طبعا شال واحد من الخيول، لكن ما راح يمدي يعني يدافع عنك كل مرة واحدة. هنا راح ورا رئيسي، لكن خلاص يعني انتهت المعركة. حتى لو قتل رئيسي او قتل خيول المونك هذي ما راح تستفيد شيء، لان خيول المونك قوية ضد المشاة اقوى من خيول الرمح. طبعا هنا هو طلع معركة وانسحب، يعني خلاص كان منهزم وخلاص، فانسحب من المعركة قبل ما يكمل. شوف انه ضيع الوقت. اتمنى انكم استمتعتوا بالمعركة، باذن الله بكرة لو كان عندي وقت راح انزل معركة اطول، تكون يعني فيها استراتيجية وفيها معركة.